نبدأ نشرتك المعتاد من الشأن المحلي، حيث أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لافتتاح أعمال مؤتمر الاتحاد الأفرو آسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين. ويقام المؤتمر هذه السنة تحت عنوان التحولات المعاصرة لقطاع التأمين في الأسواق الأفرو آسيوية، وذلك لبحث سبل تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية في اقتصادات دول المنطقة. وقد أكد محافظ مصرف البحرين المركزي حرص الحكومة على دعم القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين وإعادة التأمين حتى بات يشكل عنصرا مهما في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المملكة حققت نجاحات عديدة جعلت منها مركزا ماليا رائدا على مستوى المنطقة. أحب أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على وضع هذا المؤتمر تحت رعايته، وهذا يدل على اهتمام سموه بقطاع المالي في البحرين، ويؤكد على أهمية الدور اللي يلعبه القطاع المالي في الاقتصاد الوطني. وكما تعرفين التأمين يشكل يعني مرتكز أساسي من النشاط الاقتصادي في البحرين، ويشكل جزء كبير في الواقع من القطاع المالي. وجود هذا العدد الكبير من الشركات العالمية والإقليمية يعني ما في شك أنه يعطي فرصة للإخوان في البحرين للتواصل مع زملائهم في هذه المهنة. طبعا هذا المؤتمر يعقد في البحرين للمرة الأولى في دول إحدى دول مجلس التعاون، وهذا شيء طبعا يدعونا للفخر الحقيقة. لقد تمت دعوة المؤتمر للانعقاد منذ سنتين، وكانت التحضيرات يعني جرت على قدم وساق يعني منذ تقريبا سنة أو أكثر. طبعا نحن نفخر بحضور عدد كبير من المشاركين اللي هم تقريبا بحدود 800 شخص. كشف وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وصلت لغاية الآن إلى 40%. جاء ذلك مشاهدين لدى رعايته افتتاح مؤتمر المطارات العربية الثاني، حيث أكد الوزير أن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي يسير وفق الخطة الموضوعة والميزانية المرصودة. وقد أكد وزير المواصلات أن مملكة البحرين تنفذ أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في الطيران المدني على مستوى المنطقة، ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم مختلف القطاعات الحيوية. كما أكد وزير المواصلات أن استضافة البحرين لمؤتمر المطارات العربية للمرة الثانية يؤكد المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة في قطاع الطيران المدني وإيجاد الحلول الناجحة لكافة تحدياته. أعتقد هذا النوع من المؤتمرات تساعد الجميع الحضور على التعرف على أهم التحديات التي تواجه تنفيذ أي مشروع من مشاريع البنية التحتية. إحنا اليوم في البحرين تقريبا ننفذ أكبر مشاريع البنية التحتية في قطاع الطيران المدني يمكن في خلال تاريخ البحرين، مشاريع في مختلف أنحاء منطقة المطار، مبنى المسافرين الجديد، حظيرة الطائرات، حظيرة وقود الطائرات، فاير ستيشن جديد، بوابات أمنية. فمبالغ كبيرة قاعدة تصرف من قبل الحكومة الرشيدة على تطوير قطاع الطيران المدني، لأن قطاع الطيران المدني ضروري في تطوير القطاعات الأخرى. على صعيد متصل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البن فلاح للنشرة الاقتصادية أن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي وصلت إلى 50%، ومن المتوقع أن يتم استكمال المطار وبدء تشغيله بحلول العام 2019. المشروع الرئيسي مثل ما تعرف هو تشييد مبنى المسافرين الجديد. بجانب دي المشروع تم البدء في تشييد خزانات الوقود، وهو مشروع تم التطرق إليه سابقا، ومشروع يقام بالشراكة مع شركة النفط والغاز الوطنية نوغا. المشروع الآخر هو مشروع مواقف السيارات المتعددة اللي حاليا قيد الإنشاء.
طبعا احنا في طور الانتهاء من تشييد البوابة الرئيسية ومحطة الاطفاء في المطار، بس التركيز الاساسي حاليا هو على مبنى المسافرين الجديد. أعلن صندوق العمل تمكين وجمعية البحرين لشركات التقنية بتك فوز 5 شركات تقنية معلومات واتصالات بحرينية في النسخة الأولى من جائزة البحرين للتقنية، وذلك خلال حفل أقيم على هامش فعاليات الجناح الوطني البحريني في معرض جيتكس بدبي. وتأتي هذه الجائزة انطلاقا من أهداف تشجيع ازدهار قطاع تقنية المعلومات في البحرين وتعزيز فرص الاستدامة والتطوير المستمر وفقا للمعايير الدولية. وتعتمد الجائزة معايير من بينها الإبداع والابتكار وتلبية الحاجات التجارية والاجتماعية للسوق ومدى فاعلية الخطة التسويقية. وكان الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي قد أكد أن الجائزة تهدف لتحفيز شركات تقنية المعلومات البحرينية لتطوير منتجاتها وبناء كوادر محلية كفؤة في قطاع تقنية المعلومات، وهو ما سيسهم في تنوع الاقتصاد الوطني وتنمية قطاعاته المختلفة. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نستعرض وإياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، وكما نلاحظ فقد أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاضات متفاوتة باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4472 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.48%. أما بالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 7041 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.2%، وكانت الخاسرة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6613 نقطة بانخفاض تجاوز النصف نقطة مئوية. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1271 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.12%. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 6,020,000 سهم بقيمة قدرها 1,192,000 دينار تم تنفيذها من خلال 119 صفقة. وقد ركز المستثمرون في تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 664,000 دينار، أي ما نسبته 44% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.